النقطة الثامنة، لا تستعملوا أسلوبي في استعمال الكلمات السوقية والكلمات الجارحة. أنا لست محبا لاستعمال هذه الكلمات، أنا مضطر إليها بغض النظر هل يقنع كلامي هذا الآخرين أو أنه لا يقنعهم. أنا لست مسؤولا عن إقناع الآخرين. الدين رحمة، ولكن هناك مواقع في الدين لابد أن نستعمل الشدة، ولابد أن نستعمل السلاح. ألا يجب أن ندافع عن أنفسنا؟ ألا يجب أن ندافع عن ديننا؟ ألا يجب علينا أن نستعمل السلاح في ذلك؟ ألا يجب علينا أن نقتل أو أن نقتل حينما نكون في ساحة الجهاد أو في ساحة الدفاع؟ أو الدين رحمة، والدين رأفة، والدين إنسانية، والدين دماثة في الأخلاق والطباع، والدين سهولة ويسر، ولكن هناك مواقع نحتاج فيها إلى القسوة والشدة، إلى الجفاء والغلظة، إلى الحد الذي نحتاج إلى السلاح وإلى سفك الدماء، لأننا نضطر للدفاع عن أنفسنا وللدفاع عن ديننا. كذاك الحال في التبليغ والإعلام. فإننا نحتاج إلى هذه التعابير القاسية أو إلى التعابير السوقية للهدف الذي نستعمل هذه الألفاظ لأجله، لأجل الوصول إليه، لتحقيقه بكله أو لتحقيق بعضه. مشكلتي في مواجهة سقيفة بني طوسي حالة التقديس المزور، التقديس الموهوم الذي لا حقيقة له. مراجع حوزة الطوسي إذا كانوا على هدى فحقهم الاحترام وليس التقديس، التقديس للمعصوم، للمعصوم فقط. هؤلاء أصلا لا يستحقون التقديس ولا يستحقون الاحترام، لأنهم لا يحترمون دينهم ولا يحترمون الشيعة. اتخذوا الشيعة حميرا، أتحفون بالوثيقة الديخية. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني جميل بقول أخوك يا حالة أسلمون فقش
ديخ بعربية القرش. والنص عبارته كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما بدي أجيب الأسماء. عرفنا؟ قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاي ديخ. مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة. هذا حال جميع مرهجع الشيعة من الأموات والأحياء، هذا حالهم جميعا، هكذا يتعاملون مع الشيعة. فهل يحترمون الشيعة؟ لا يحترمون الشيعة، فهم لا يستحقون التقديس ولا يستحقون الاحترام. مشكلة الشيعة الذين يقدسون هؤلاء أماتوا عقولهم. التقديس يوقف العقل عن العمل. الوسيلة التي وجدتها لتكسير هذا التقديس الموهوم هي هذه، أن أستعمل الكلمات السوقية في حق هؤلاء الذين لا يستحقون التقديس ولا يستحقون الاحترام أصلا. حينما أشاهد برامجي في بعض الأحيان وأنا أتلفظ بهذه الكلمات فإنني لن أكون مرتاحا وأنا أشاهد نفسي على الشاشة أتلفظ بهذه الجمل، لكنني مضطر لذلك كالذي يستعمل السلاح في القتل والقتال حينما يكون مضطرا إلى هذا. ومن هنا فإن الأصل في الدين أن الدين يدعو إلى السلام ولا يدعو إلى الحرب، وكذاك فإن الأصل في التبليغ وفي التعليم أن يكون بالكلام المؤدب الجميل، لكن الضرورة تفرض علينا ما تفرض. ومن هنا فإنني أقول لكم إذا ما وجدت أن الفائدة قد تحققت من ذلك فسأعرض عن استعمال هذه الكلمات السوقية، لكنني ما دمت أرى أن ضرورة في استعمالها فإنني سأستمر على هذا. لكنني أنصحكم، أنتم لستم بحاجة إلى هذا. ومن هنا قلت لكم لا تستعملوا أسلوبي في استعمال الكلمات السوقية، أنا مضطر كالاضطرار لاستعمال الأسلحة في الجهاد.